عسلامة. أهلا بك عسلامة. بيس. والله الحمد لله بالمناسبة ذي القمة العربية ما في الجزائر، نحبوا ساعة نهنوا الجزائر بالقمة خاطر عندها قرارات كذا، وهيك فرصة ما القادة العرب بحذاكم بربي يعملهم استاج تربص في الرجلة، هي منا ومنا خلف مش يشقونا شوية القادة العرب بتاعنا شوية. أي بالحق مساجك وصل. موضوعنا اليوم شنو يفسر العزوف عن الزواج عند التوانسة؟ والله يسمع، فما اللي يقول ماديا وفما اللي يقول معنويا، فمني معنويا ما عندوش القدره خاطر مش كيما كان تقبلك الرجال كذا تولت ليس للرجال، او نحكوا بصراحه اي لا نحكوا الواقع، اي تو 40 سنه 45 سنه يقول لك لا ما نحبش نعرس كذا كذا خاطر هو تعب، فهمتني؟ وفما اللي يقول عم هي الازمه، هي ازمه شنو؟ كل شيء توفر في الشارع والمباح ولا سهل، وخصوصيه وقدسيه الزواج تنحات، فهمت؟ ولا تو هذاك علاش واحد هكا موجود عنده نساء في الشارع والمرأة موجودة عندها الرجل في الشارع، فهمني؟ دخلنا في لغة الصديق والعشيق والخفيق و و و. هل فما مشاكل في الحياة المشتركة بين الزوجين تحت سقف واحد؟ يا بنتي فما مشاكل موجودة المشاكل، لكن عندنا احنا تو كشعوب ولينا ما عادش نواجهوا المشاكل، ولينا نهربوا، اسهل حاجه تهرب من المشاكل، فهمت؟ مشاكل الزوجيه مش يحاول باش يفضها ويتفاهم زوجته وشنية المشاكل وكذا كذا، لا يهرب لشنو؟ يهرب للعشيقه، ويهرب المفهوم لا الزوجه الثانيه والرابعه والثالثه، ويهرب للخمر باش ينسى مشاكل، لكنه ما يواجهش، ماهوش فاهم شنو معناها الزوجه، ماهوش فاهم فهمني شنية معناها المشاكل الاسريه، وكما قلنا احنا ما دام رديت كل شيء مباح. نقول لك انا باختصار خلاصتنا الازمه اللي احنا واصلين لها شنو هي؟ ازمه ولد الاصل وبنت الاصل، ولاد الاصول وبنات الاصول، هي كتفقدت ولاد الاصول وبنات الاصول دخلنا في المفاهيم الاخرى ذي في الزمن الاغبر هذايا لغبش، فهمتني؟ ولا كل شيء فهمتني تسمع في غرايب، تسمع ولا ولينا نسمع في غرايب، ولات خصوصيات الزوجيه فهمتني ولات ما عادش يلعبوا بها في الشارع، راي مقدسك الحياة الزوجية هذيك فهمتني مش معناها، ولينا ما عادش نلقوا الرفيق بتاع عشير العمر كامل ما عادش، تو ولد تعام كيما البورتابل تعام يشد وطيش، الزوجة ولد تعام وطيش، الزوج عاود وطيش، فهمت؟ هكا الحب الأبدي ما عادش تو نسمعوا في حالات نادرة، يا أخي قبل ماتنا وباتنا كيفاش كانوا ياخذوا تاع مدى الحياة؟ يومي لين تموت يا تقتل بابا يا هو يقتلها حاشين، ما يبدلوش بعضهم علاش؟ باك الإمكانيات البسيطة لأنه كان فما الحب. كانت فما مشاكل الزوجيه، لكن امي كانت تعرف كيف تتصرف فيها المشاكل الزوجيه. مشاكل الزوجيه. عندنا مشاكل في الحروف في النطق، لا برشا لا فما كلمات اخرى ولات متداوله، ولينا ننسوا الكلمات الاصليه، فهمت؟ علاش قلت لك؟ يعني كانت قبل العباد تتفهم، تعرف معناها قدرات زوجها ماديا وكذا، تو ما عادش، تو فهمني تخزر له الزوج مال، وولدك بده يخزر لك مال. فهمتني؟ ونرجع ما لاحظتيش انت في العصر هذايا زاد ولا الولد ما عادش يبر والديه، ما عادش يبر ابوه، ما عادش يبر امه، ولينا نروف لامهم للبرا، الكبار المسنين ما عندهم والدي عندهم اولاد، ولاو هاملين اولادهم، هذا كله علاش؟ اول باب كما قلت لك ازمه اولاد الاصول وبنات الاصول اللي افتقدناهم ما فماش، لانه اللي يعمل هكا راه مش ولد الاصل اللي يطيش والديه ولا يطيش زوجته، ماهوش ولد الاصل، لا. هذا كله شنو يجي هو بيدك الولد هذاك تقول له علاش بدي احكي لك ما احنا صغير بابا هرب علينا وما صرفش عليا و و و كنا فاهم هذيك يا ودي الايه راك بر بوك ما صرفش عليك كذا ومطالب باش تبر بوك راهو فما احاديث هذه اللي ما يحبوش يوصلوا هنا راهو فهمني ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت وما تملك ملك لابيك معناها نفسك روحك وما تملك من مال راي ملك لابيك راهو غضب الاب غضب الرب من غضب الاب هذا كلهم خبوه بطبيعه الشباب ونفترضوا ان البول والبو هذاك المهملين اللي تحكي تو وانت تقول بابا مهمني و و هذاك علاش انا مانيش بير تو هل نفترضوا احنا البو هذاك كان جا غني راك تزري بحظوظه حتى ولو مهملك ريت هنا راهو قاعد مش قاعدين نتلاعبوا بالمشاعر و و لانه عنصر المال فهمت لان ولينا الناس ماديين خاطر البو هذاك يعطيني واحد لاباس عليه ولاده مهملين وما تلقيش علاش؟ خاطر المال سيد الموقف الدرهم فهمتها؟ هنا ماهوش يبر الوالدين وبر كذا لا المال الرزق صحيح ريت علاش يبروا فيه باش لانه باش يخلي وباش كذا وباش يكتب وباش من دونك هنا ما تقولي لي الوالدين و هذا كله نحاها كوتي فما مال توا هو فهمتني؟ لكن احنا قاعدين نكذبوا على رواحنا بابا مهملنا ملي احنا صغار و هذاك علاش شويه
لو كان هملك وانت صغير وكذا وكبرت وتلقى ابوك هذاك اللي هملك وهو صغير عنده الرزق راك تجري له تجري. عمك لقيته فارغ وقتها ولا نطيش ونشدك المبرر بتاعي مهمني معنا صغير وانا كذا فهمت. ريت المال اش عمل؟ المال توا ولا اله ولينا نعبدوا في المال، نساو رجال تعبد في المال فهمت. وخلينا الدين على شير وقت الآية هبطت لك بر أبويك سواء سواء صرف عليك ولا سواء هملك ولا ما هملكش مطالب باش تبره فرض عليك فهمت. قوت الأخي إسماعيل عليه السلام وقت جاء أبوه قال له راني في المنام باش نذبحك قال له اذبح يا بابا تفضل صرف عليه ما هو حتى هو في الصحراء هو وأمه وكذا كذا به هي قال له لا بابا هملتني وكذا كذا شوف ريت بر الوالدين كيفاش. لكن نحن مع الاسف فهمني دخلنا تو في مفاهيم اخرى ونزينوا فيها الحقائق حتى انت تتفاعلي معها هي حقك راك يا ولدي نحيني من البو ما صرفش عليك وضربك وعذبك وانت صغير مطالب باش تبره بالصفه عليك مش مزي ويظلمك ولو ظالمك راهو يدقك يدي عليك راهو دعاء مستجاب من الدعاء المستجاب اللي ما عندوش علاقه ديريكت يطلع لله سبحانه اللي هو دعاء المظلوم ودعاء الوالد لولده فهمتها. هي شنو قاعد تحكي انت؟ معناها زايد قاعد نعملوا فيه ذا كله زايد، ربي كما امرك بالصلوات و و و وقال لك وبالوالدين احسانا ما تكسرش راسك وما تلتفش فيها الموضوع هذا، هذيك مش قلته هو ما صرفش عليك ولا هملك ولا غلط ولا كذا ولا طلق امك هذيك مشكله اخرى، انت مطالب باش تبره بالصفه عليك فرض ماهوش مزيه فهمت؟ وهني قلت لك كان الازمه هذه كلها بتاع تاخر الزواج والزمن الاغبر اللي جينا فيه هذا كله هو ازمه ولاد الاصول وبنات الاصول تفقدت. لو كان جت هي موجوده ري بنات الاصول ولاد الاصول راه ما ننكروش هذه موجوده تلقى عائلات ما شاء الله عليهم وتلقى مع الشنا سلالات ما شاء الله عليهم، لكن مع الاسف الشق الكبير ياسر مع الشنا فقد هويته فقد كذا ما تفهموش تحليه قدامك حطيه قدامك تحلي فيه تركيبة من الغرب من درسنوة من درسنوة من الحيوان من الإنسان يا ولدي وين ولد الأصل. حتى أنا ننصح ديما ننصحوا العباد يا أولادي نقوا أنسابكم نقوا أنسابكم ولاد الأصول راك باش تجيب ذرية من ولاد الأصول وربي ديما ولاد الأصول وربي. هل فما فرق بين فترة الخطوبة وبعد الزواج؟ يا بنتي ما فماش فترة لا خطوبة لا زواج لا كذا راهو محرم عليك تحكي معها ونحكوا الواقع. فماش هذه يقرا عليها الفاتحه ولد مرته ويدور وياه هذاك الكل حرام فهمتني. نعرف انا سي تعرس كذا كيما كانوا بيتنا قبل شنو مع مين معاه ويدلوع فيها في الكياسات يقول لي خطبها ايش خليت للزواج هي كل شيء عاملينه هما ما فما شيء ودر شنو ما فماش حاجه اسمها فاتحه واسمها خاتم واسمها خطوبه راهي هذه كلها غربيه جتنا نحن خويا ديننا راه ماهوش تاع الحكايات هذه فهمتني. قبل كان يا خوها ما يعرفش عليها وحولة تطلع له عورة في هكاك في الليلة هاي تطلع له عورة يا ودي ساعات تلقاها فهمت شنو لكنه هكا فهمني حب مدى الحياة يقعد عليها هذا الكل. وتوا ما خوها هلا بخويا هلا بخي وتوا يا خوها وعامين خطوبة وعامين درا شنو ومن الصغرى مع بعضهم وكذا ومن بعد يكتبوا الزاق عامين يولي هو يخزر لها تقول يخزر له الابليس وهي تخزر له درا شنو ومعيشه ضنكه والولاد مرمدين هاي دا ماتش الخطوبه والحكايه هذه خاطر كل شيء خاطر الحرام عملوه خاطر هذاك حرام اللي قاعد تعملي ما تختليش بها وما تحكيش معها وكذا فهمتني. والولد يلزمو يخزر اللي كونه هذيك راك تو انا كيما تخزر لها هي اختك كيما زاد العكس فهمتها. وهي زاد لازمها تخزر العشيره وتعرف اللي راهو هذاك شرف عائله وقوم وكذا ومنا وبوها وهيبه مش هكاك فهمتني. تو دخلنا خايتي في حكايه اخرى في العصر الاغبر هذا والسلام عليكم. شكرا.